عليكم. اليوم جينا لكم مع فيديو جديد مع شرح جديد. اليوم غنعدلوا مراجعة عن هذا الرتور هذا، وفي نفس الوقت غنوريكم الطريقة كيفاش تضبطوا الإعدادات ديالو باش يخدمكم مع الرتور. غنشرحكم هذا الرتور هدايا، هذا ماشي رتور، هذا راه اكسس بوينت. كما كتشوفوا هذا راه اكسس بوينت، يعني اكسس بوينت، وعندك رانج اكستندر وسب مودز، يعني هذا الضوء ديالو. هذا الضوء ديالو يعني الا كان عندك الواي فاي كيشبر لك فشي بلاصه، يعني كيشبر لك شرطه او لما كيشبر لك شي يعني ضعيف، غتستعمل هذا الرتور هذا. غتدخل فيه المود باس ديال الرتور الاساسي وبلا كابل، يعني غير بالواي فاي. غتدخل فيه الرقم السري ديال الواي فاي الاساسي، وغيطلق لك الواي فاي هو، وغيحل لك المشكله ديال الانقطاع ديال الاشاره ديال الواي فاي، ما كتوصلكش. كما كتشوفوا هذا هو الروتور الاساسي، هذا راه الروتور الاساسي، هذا كيتسمى اديزيل، يعني الروتور الاساسي. ولكن هذا ماشي الروتور، هذا اكسس بوينت. المهم غنوريكم شنو في العلبه الداخل. انا سبق لي فتحت هذا الروتور، هذا غنوريكم شنو غيكون في الداخل. الصراحه الروتور صغير مزيون بالتجربة. كما كتشوف كيجي معنا الكتيبة ديالو، وهذا هو الروتور صغير تقريبا تقريبا قد اليد، يعني صغير بزاف مزيون، يعني كتعلقو في الحائط او كتعدلو مرة التلفاز اي مكان. اللي كيجي فيه هو البلاصة ديال الشاحن، هنا البلاصه الا بغيتي تخدمو بالكابل، يعني كيجي الكابل، كتدخل الكابل هنا ديال الانترنت، وهذا كتعدلو في الروتور الاساسي. هذا هو الروتور الاساسي، هذا نحسبو هو الروتور الاساسي اللي كيعطينا الانترنت. غتجيب الكابل غتعدلو في اي خانه، وهنا غتعدلو في الخانه الزرقاء بهذه الطريقه هذه. يعني رجعوا عندك جوج ديال الروتورات، الروتور الاساسي والروتور الثاني. ولكن حنا ما خصناش نعدلوا الكابل، حيت الناس اللي كيشريو هذا النوع ديال الروتورات ما كيشريوهمش على الكابل، اكثريه كيشريوهم حيت الواي فاي ما كيوصلهمش. هذا غتعدلو في بلاصه، كي غتعدلو هذا غتعدلو في اي بلاصه، البلاصه اللي ما كتوصلكش فيها الاشاره. وغندخل الاعدادات ونوريكم الطريقه كيفاش تبرونشيوه مع الاشاره ديال الواي فاي. كيجي معاه الشاحن وكيجي معاه الكابل، كيجي معاه الشاحن كما كتشوفوا. الشاحن ديالو فيه خمسة الفولت، يعني الشاحن ما كيسخنش نهائيا، واخا تخليه في الضوء 24 ساعة ما كيسببش مشاكل. في الصيف ما كيسخنش، يعني الصراحة الروتور جيد جدا الناس اللي كتوصلهم إشارة ضعيفة. كما قلنا كيجي مع الكابل وكيجي مع الشاحن. هنا كيجي فيه البلاصه ديال دبلونشي مع الروتور الاساسي، وهنا كيجيوك اربع الخانات باش تخدم التلفاز، جهاز الاستقبال، اولا تخدم الحاسوب. وهنا الزر باش تعمل ريستار، يعني فورمات. كما كتشوفوا هذا الروتور هذا الثمن ديالو يعدل 200 درهم، 200 درهم الى حتى 250 درهم، حيت كل واحد بشحال كيبيع، ولكن ما خصوش يتعدى 250 درهم. الصراحه جربته انا اكثر من شهر دابا حاليا، وجبرته، يعني جيد جدا. فيه ميزه ديال الانتينا، فيه ميزه ديال 5 دي بي، يعني متطوره، يعني كيتلاقى الواي فاي يعني متطور، ماشي بحال الروتور السابق اللي كيكون فيهم اربعه. فيه ايزي، يعني ساهل باش تعملوا الاعدادات، وفيه حتى خاصيه الاي بي تي في. واللي مزيان فيه، فيه تطبيق على بلاي ستور او على الايفون، كتيليشارجيه غير منه هو تطبيق. بامكان لك تحضر الاشخاص، بامكان لك تقطع الانترنت، بامكان لك تبدل كلمه السر غير من التطبيق. كتدخل الحساب ديالو، يعني الحساب كتعمل فيه الحساب، كتبقى تتحكم في الروتور كما بغيتي. صراحة فيه بزاف ديال الخصائص. المهم غنكوزو حاليا التطبيق. السلام عليكم، احنا جيناكم دابا حاليا الشرح. دابا غننتقلو حاليا للشرح.
غنمشيو للبلاصه ديال الويفي، غتشعل الويفي ديالك، غدخل الويفي كما كتشوفوا حاليا طلعوا لي جوج ديال الويفي. هذا الويفي اللي مكتوب فيه الويفي يعني حاليا، هذا هو الويفي الاساسي، واللي مكتوب فيه تي بي لينك هذا هو الاكسس بوينت اللي شريناه اللي غنهضروا عليه الشهر. كما كتشوفوا طلعوا لي جوج ديال الويفيس، الويفي الاول هذاك الويفي الاساسي يعني اللي غنديو منه الكود، واللي مكتوب فيه تي بي لينك هذاك هو الاكسس بوينت اللي غندخلوا له الكود. المهم غنكليكيو على تي بي لينك، غيطلب منا كلمه السر، غنجبروها تحت الروتور، غتقلب الروتور تحت من الروتور غتلقى كلمه السر، ديكليكي توصيل. من بعد غيتكونيكتا معاك، ولكن ما غيكونش الانترنت حيت باقي ما بلونشيناهش مع الروتور الاساسي. غنخليوه حتى يتكونيكتا، غتعدل الاتصال دائما باش ما يمشيلكش شي ويفي اخر كما كتشوفوا حاليا. دابا غنمشيو للمتصفح وغندخلو 192.168.0.1. غتفتح معنا هاد الصفحة هادي ديال الروتور تي بي لينك. هنا اللي كيقول لك ما غدخلش ادمين، هنا غدخل كلمه السر مباشره الجديده، حيت الا متي ادمين ما يخدمش معك. كما كتشوف الا عملت ادمين وعملت هنا ادمين ما غيبغيش يخدم معك، حيت هذا روتور متقدم يعني خص، حيت هذا الروتور هذا كيقول لك خصك تدخل كلمه السر جديده. هنا غنعدلو كلمه السر اللي بتعدل انتينا، مثلا اي كلمه السر باش نعدلو، مثلا حاليا نعدلو ابتو مثلا 05 مثلا، هنا كذلك اي كلمه السر، المهم ماشي ادمين. وغادي كليكي على يست، ملي دخلنا كلمه السر غيدخلنا الاعدادات. هنا غنخطرو التوقيت، اختار التوقيت ديالك، حنا عندنا غرينيتش بالنسبه للمغرب كازابلانكا، هذا من النيكست. هنا كيقول لك يعني باش خصك تكونيكتي، حنا نعدلو يعني سكيب يعني تخطي. هنا الا بغيتي تبدل الاسم ديال الويفي والكود بغيتي تبدلهم، هنا حنا غنخليهم كما هما. هنا الا بغيتي تخفي الويفي حنا غنخليو داكشي كما هو، نعدلو نيكست. هنا كيطلع لك الكلمه السر والاسم، كنعدلو او نيكست كما كتشوف. دابا غيتبلونشا، ولكن ما بغيتش يتبلونشا حيت باقي ما بلونش. دابا دخلنا على الويفي والكلمه السر كما كتشوف، غنعدلو سكيب حيت باقي ما كاينش الانترنت، غنعدلو سكيب تخطي باش تفتح معنا الصفحه الرئيسيه. دابا غنجيو ديال الخاصيه الثالثه، دابا غنكليكيو على ثلاثة النقيطات اللي كاينين الفوق، وغنجيو ادفانس، وغنجيو للمود كما كتشوفوا. هذا المود هادي هو كيختار ديال الكابل، حنا لا، حنا خصنا نعدلو ديال الويفي. غنهبطو لاخر وحده هي ويسب مود، هادي يعني الدور ديالي كيشبر الويفي من الروتور الاساسي، وغيعمل لك ويفي اخر يعني مغاير للكود الاساسي. المهم انتما غتشوفوا معايا، غنكليكيو على ويسب مود، غنعدلو السيف، غنعدلو الروبوت لان غيعمل ديمار الروتور. صراحة هذا الروتور هذا جيد جدا من ناحية د الخفة، وما كيتبلوكاش نهائيا، يعني شحال من الناس تكونيكتاو معاه ما كيوقعش فيه المشاكل يعني بالتجربة، والثمن ديالو مناسب. الناس اللي كيعانيو من ضعف الإشارة هذا الحل الأمثل. غنتكونيكتاو بالويفي، ما كتشوف جاري الاتصال، تكونيكتا معنا. دابا غنرجعو للصفحة اللي كنا فاتحينها، غنعدلو على ريفريش يعني الإعادة. دابا غتفتح معنا الصفحة، كيطلب لك كلمة السر، نفس الكلمة السر اللي دخلناها، أولا غتكون عندك مسجلة في جوجل، حنا مكتبوها. غادي من لوغين غتفتح معك الصفحة هادي. دابا غنمشيو باش نربطوه مع الويفي الأساسي، هنا غنعدلو التخطي، غادي كليك على غطلع معكم هاد الصفحة هادي، غادي كليك على ثلاثة نقيطات،
باش تعرفوا، غنكليكو على ثلاثة النقيطات وغنكليكو على الانترنت. غتفتح معاك الصفحة، غتكليك على واي فاي سكانر يعني بحث عن الشبكات، وغيطلع لنا الشبكات اللي قريبين منا كما كتشوفوا. الشبكة الأساسية والشبكة الثانية طلع لي ثلاثة الشبكات. أنا حاليا الشبكة ديالي هي الواي فاي، غنكليكي على الشبكة غيطلع معاك هاد الصفحة هادي. الاسم ديال الواي فاي ديالك، هنا غتخلي الحماية وي بي ادو كما هي. غتجي هنا غدخل الكود ديال الواي فاي اللي غتشبر منو الواي فاي. ندخل الكود ديال الواي فاي، يعني الواي فاي هنا غتخلي ديناميك، غتخلي داكشي كما هو الادريس. من بعد غدخل من اللي غدخل كود الواي فاي د الشخص اللي عاطيك الواي فاي، غادي كليك على السيف. دابا غيعمل روديماري مره ثانيه. دابا ان شاء الله غتخدم الانترنت بطريقه سهله وسريعه. دابا حاليا غنخرجوا، غندخلوا ديال الواي فاي البلاصه ديال الواي فاي وغنشوفوا كما كتشوف. تبقى تكونيكتاو بالواي فاي كما كتشوفوا حاليا الانترنت. غنمشيو كورا مثلا كما كتشوف الانترنت شغاله سريعه وبدون اي مشاكل. كنعتذر على طرد الفيديو حيت الناس كاين بعض الناس مساكن ما كيعرفوش بالتفصيل باش كيعرفوا مسائل بحال هذه. وهذا هو الهدف ديالنا من هالقناه هذه، هو نوصلوا يعني نوصل المعلومه للناس دراويش والناس مساكن اللي ما كي يعني المعلومه ديال يعني المعرفه ديالهم ضعيفه في هالشيء ديال الانترنت. كنحاولوا ما امكن نبسطوا باش يحاولوا ما امكن يعني عاف التليفون ديالهم يصير يضبطوا الاعدادات اي روتر. المهم كنتمنى يعجبكم الشرح، ودعموا لايك للفيديو واشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد، وشكرا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.